شنو كان المقياس اللي اعتمدناه بالاسسمنت للرينال فانكشن؟ كان يكتب هو الجي اف ار جلوميرولار فلتريشن ريت. زين احنا شلون نحسبه؟ ايش نحتاج يعني انت على مود تحسب الجلوميرولار فلتريشن ريت وشلون نحسبه؟ بالحقيقه احنا كل اللي نحتاجه هو الشيء الاساسي هو السيرم كرياتينين. سيرم كرياتينين هذا تحليل مثل ما يحللون مال بلاد جلوكوز مثل ما بلاد يوريا وكذا، هذا هيجي اكو يقيسون السيرم كرياتينين هذا موجود بالضبط. زين احنا عندنا هنا على الحاسبه وان شاء الله نعطيكم اياها يسموها عندنا كالكوليتر مالت الجلوميرولار فلتريشن ريت. زين شنو اللي نحتاجه بيها هسه؟ زين وش قد النورمال جلوميرولار فلتريشن ريت عاده؟ جلوميرولار فلتريشن ريت ايش قد مل بير مينيت؟ ايش قد مل بير مينيت؟ يعني تقريبا 120 كذا هالحوالي. اوكي يعني زين هسه شنو المعلومات اللي نحتاجها؟ اولا هل هو ميل لو فيميل؟ هسه احنا خلينا نفترض انه هو شنو ميل. زين وايت لو بلاك؟ احنا وايت طبعا احنا اعتبرونا وايت يعني زين اور اذرز بس مو بلاك لانه هذول يختلف. اوكي يعني فهسه احنا نعتبرها وايت. الايج هسه اي واحد خلي يعطيني العمر مالته، ايش قد عمركم؟ 21. هاي 21 زين. هنا السيرم كرياتينين مالته بس اللي نحتاجه، شوف هسه هذا ميل ووايت وكذا هذا اوكي ما عنده اشكال. مشكله وين هسه عندنا؟ انا بس نريد نعرف السيرم كرياتينين مثل ما قلنا هذه يقيسونه بالمستشفى عادي السيرم كرياتينين. ايش قد النورمال هو سيرم كرياتينين؟ يعني واحد واحد وشوية بس مو ستة ولا سبعة ولا ثمانية. أوكي يعني هسه لنفترض أنه إذا كتبنا واحد أي إيش قد إذا كتبنا واحد؟ هاي 22 إيش قد راح يطلع لنا من ناكل؟ ها لا أقل، طلع مثلا 107 مل بير مينيت كذا هذه الكلمات. اوكي يعني بس اذا يجينا واحد هسه بعد شويه راح نقيسه هم عمره 21 سنه بس السيرم كرياتينين مالته 7.8 عند رينال فيلر هو هذا. فهسه نجي بس هنا مكان الواحد شنو خلينا 7.8. شوف ايش قد طلع السيرم كرياتينين، ايش قد جلومر فلتريشن ريت مالته 8.9 يعني تقريبا 9 مل بير مينيت. واضح؟ اخاف هاي بعد شويه تقول هاي شلون حسبناها كذا، عندنا هذه الكالكوليتر. اوكي يعني زين هسه افتحوا لنا الميدسكيب اللي عندكم، افتحوا لنا الميدسكيب بدون زحمه، صوريهم دكتور للطلاب، افتح لنا الميدسكيب. اوكي يعني الصفحه الاساسيه تطلع لنا بها اكو دراجز مو هيك صح لو مو صح؟ دراجز افتحوا لنا هاي، دوسوا لنا على الصفحه اللي هاي اللي بها دراجز واختاروا لنا دواء. هسه من هذا احنا شويه استعملناه هوايه سيفترايكزون مثلا، سيفترايكزون بس اكتبوا سيفترايكزون فوق، هو اكتب لي فوق اكتب سيفترايكزون هو يكمل لك. اوكي يعني واضح؟ اوكي يعني؟ ها يا عبد العباس. زين، هسه ايش نحتاج بسيفترايكزون يعني مثلا؟ دوزينج اند يوزز، شوفوا دوزينج اند يوزز مثلا. يحكي لك كل انديكيشن هو شنو؟ دوزز. دوزينج اند يوزز يحكي لك كل انديكيشن والدوز مالته. شفتوها يعني؟ يلا هسه بس اقري لي فد انديكيشن واقري لي دوز مات. ها؟ ايه؟ ايه؟ 250 ملي جرام اي سنجل دوز. عافية بعد. يلا اي واحد يقرا لنا فد انديكيشن اند دوز سيفترايكزون. ايه؟ ايه؟ 250 ملي جرام اي ام اي صعدي صعدي بعد جوا دوزينج اند هذا جوا. اوكي يعني؟ انت قرينا في الدوز وانديكيشن كونتينيو تريتمنت انتل فردر ديبلمنت نوت نيس
انتوا هنا ايش عندكم فد انديكيشن دوز اكيوت بكتيريال اوتايتس ميديا وهكذا كل انديكيشن عيني والى الدوز مالته زين روحوا لنا على البريجننسي مثلا ننطي بالبريجننسي لو لا بالبريجننسي ايش يعطيكم هذا هنا يحط الكاتيجوريز كاتيجوري شنو مالته بي ميبي اكسبتابل وكذا يحكي لكم على تعليق الكذا هاي احنا ما عندنا بها هسه اشكال وهاي واضحه دوزينج يعني ما اعتقد تحتاج شرح روحوا لنا للادمنستريشن روحوا لنا للادمنستريشن بيش يبدي بالموضوع الادمنستريشن ها يعني اي في انكومباتيبلتي اي في انكومباتيبلتي اول مره بادي شنو سوليوشن يعني شنو سوليوشن يعني هنا أنا من يحكي هذا باو انت هنا شوف هذه المصطلحات اللي راح يستخدمها اي في انكومباتيبلتي اول مره بادي لك سوليوشن حاكي لك لاكتيتد رينجر هذا ال ار لاكتيتد رينجرز يعني احنا حكينا هذاك الاسبوع يعني السيفيترايوكسون انكومباتيبل وذ لاكتيتد او رينجر سوليوشن لانه بي شنو قلنا بي كالسيوم واضح هسه هذه سوليوشن يعني نريد نقدر نضيفها للرينجر لو انكومباتيبل وذ رينجر سوليوشن وذاك اليوم حكيناها زين هنا الموضوع الاخر شنو كاتب اديتيفز يعني شنو اديتيفز اديتيف يعني شنو اديتيف يعني اذا لنفترض باوع انتبه هنا لنفترض انه هذا المحلول هو نورمال سلاين سيفيترايوكسون كومباتيبل وذ نورمال سلاين واضح واضح انتبه هنا سيفيترايوكسون كومباتيبل وذ نورمال سلاين وضفته للنورمال سلاين واضح هسه هنا كومباتيبل الاديتيفز هذه كاتب لك انكومباتيبل يعني ما اقدر اضيف امينوفيلين ويا السوليوشن هذا الاديتيفز اللي سويت ولا اقدر اضيف كليندامايسين ولا اقدر اضيف كذا ولا اقدر اضيف كذا اوكي يعني فهذا يقصد بالاديتيفز هل اقدر اضيف بعد واحد ويا بالسوليوشن هذا ولا واضح يعني هسه هاي الفكره زين الوراها شنو سيرنج يعني شنو سيرنج يعني شنو سيرنج يعني اقدر اخبط ادويه بنفس يحكي على الكومباتيبلتي وذين شنو وذين ذا سيرنج وذين ذا سيرنج هذا يحكي انا مثل ما عندنا احنا هسه شو يسوون جماعتنا شو يسوون ابره شنو ابره خبط فانت هذه الابره الخبط غلط الا اذا اكو مصدر قال هذني بالسرنج هن شنن كومباتبل اوكي يعني والا هي ممنوعه واضح يعني واضح فاذا السرنج يقصد بها هذا السرنج كومباتبلتي زين وراها شي يقول شي يكتب واي سايد يعني شنو واي سايد يعني شنو واي سايد هسه بدون زحمه عليكم كلكم اطلعوا قوموا من مكانكم وتعالوا لنا هنا تعالوا قوموا قوموا وقف بس هذا انا خلونا هنا بس على مود يبين على التصوير اوكي يعني يلا يعني قوم من مكانك تعال اقعد هنا اوكي يعني تعالوا صيروا من هنا بس هذه شي خلونا اوكي يعني تفضل هذا ايش كاتب واي سايت كومباتيبلتي زين هسه احنا قبل ما نروح على الواي سايت خلينا نشوف هذا هذا شنو هذا هذا شنو هذا مايكرو دريب يسموه باو انت ابو هنا رجال هذا شنو فايد احنا هسه سيفت رايك زون سيفت رايك زون من هنا بالمستشفيات لما يجي المريض هذا انطوه سيفيترايوكسون رابيدلي رابيد هذا قامت تصير عندنا حالات وفيات اوكي يعني تصير حالات وفيات هذا من تطير رابيدلي هذا بده يصير ارثميا وكذا ويصير سودن ديث فقالوا يابك شكو سيفيترايوكسون لا حد ينطيه هيك وانما يطوه شنو لازم شنو سلولي خلال نص ساعه مثلا زين اي في نيفيو زين انا شلون انطيها هاي الاوبرا السرنجه هذه مثلا سيفيترايوكسون انطيها خلال نص ساعه ما معقوله يعني الممرض يجي يقعد نص ساعه هيك كذا هذه يجي مالات فايش راح اسوي له وين راح اخلي اخففها وين بسوليوشن كومباتبل سوليوشن مثل النورمال سلاين او كذا زين هل من المعقوله لنفترض انه المريض ما يحتاج مغذي ما يحتاج مغذي فهل من المعقوله انا كل ما اريد انطيه اوبرا سيفيترايوكسون اجي اخليها ببطل كامل مال مغذي وهذا هيك تعطيه اياه معقوله هذه لا اذا شو اسوي اخذ شنو فوليوم شنو صغير اوكي يعني هذا سمول فوليوم هذا المايكرو دريب هذا المايكرو دريب هذا شوفه من هنا هذا هيك اوكي يعني هذا يقوم ينزل انا اريد مثلا اخذ 50 سي سي اوكي يعني هذه هنا
تصعد لحد هنا صارت قد مثلا هاي 50 سي سي. انا اجي هذا اجيب السيفترايك زون اوكي يعني انا اجي اخليه هنا انا وياه هذا مثلا نورمال سلاين ضفته هنا هاي هنا 40 سي سي 50 سي سي اقدر انا انطيها من هنا سلولي هذا بس من هنا هيك تتحكم بيها اوكي يعني هذا من هنا وتظل تنقط على كيفه هذا خلال ربع ساعه خلال نص ساعه ماكو داعي انا اجي انطي لارج فولي واضح يعني هسه الفكره هذا شنو مالته زين هسه احنا موضوعنا هو شنو هو الواي سايد شوف هذا هنا بنهايه الجهاز الاعطاء شلون مصمم هذا يا حرف شنو هذا اوكي يعني هذا حرف واي فهنا يحكي لك واي سايد كومباتيبلتي يعني اكو ادويه هل من الممكن انه هذا الدواء كومباتيبل ويا هذا الدواء اذا انطيته عن طريق الواي سايد اوكي يعني هذا هنا يحكي بها اكو ادويه يجوز هنا انكومباتيبل بس هنا من الممكن انه يكون شنو كومباتيبل ليش كومباتيبل هنا من الممكن انه يكون كومباتيبل شنو الفرق هذا عن ذاك انت ها عفوا انت هنا من تجي تخبطها تظل في الساعه ساعتين كذا هذا بينما هنا الكونتاكت تايم بيناتهم شنو كونتاكت تايم بيناتهم هو شورت كونتاكت تايم فمن الممكن انه ومن الممكن لا انكومباتيبل فكومباتيبل انكومباتيبل ده يحكي عليه واي سايد يحكي بهل بس بهل هل هالمكان هذا القصير وهالفتره القصيره هل هي كومباتيبل اور نوت واضح اوكي يعني فهذا احنا نسميه الواي سايد كومباتيبلتي اوكي يعني استريحوا هسه فهذا زين احكوا لنا وراها ايش كاتب مثلا اكو بال اكو بالاي في ايش كاتب بال دل اي ام واي في بريبريشن ايش كاتب ايش حاكي هنا يا موضوع قبل كان احكي كومباتيبلتي هسه ايش حكي هنا ها ايش تحكي علي ستيبلتي ستيبلتي هذا ورا ما ينحلش قد يبقى هم حاكي عليها فاذا هذا شوف هذا بعد الميدسكيب بعد من استخدمته بعد ماكو داعي تروح اي في دراج انجكت جايد لاين ولا تروح بي ان اف ودوز وتفاصيله ولا تروح اكو كتب مالت البريجننسي وتفاصيلها شوف ايش قد من الممكن انه موجودات كلها في هذا الابلكيشن واضح زين هسه شوفوا لي بايبراسيلين بايبراسيلين احكوا شوفوا لي الكومباتيبلتي والانكومباتيبلتي مالته وين نروح عليها بيا موضوع بال ادمنستريشن اوكي يعني هذا البايبراسيلين يعني شوف بس شوف طلعتوا طلعوا الادمنستريشن مالته هنا شفتوا الادمنستريشن يعني علي هنا انا معطيكم موضوعين اول مره بيش بادي كومباتيبلتي وجواها ايش كاتب وجوا انكومباتيبلتي فهذا ليش اكو بيه يحكي لك الكومباتيبل واكو الادويه وكومباتيبل هم يحكي لكم واي سايت مو هيك واي سايت وسيرنج وكذا هذه واضح يعني هسه اوكي يعني خلاص هذا هو عفوا يعني هسه ارجعوا لنا على الميدسكيب اكو فتشي انتبه هنا رجاء احنا هنا هسه بدنا نسالكم اسئله وده تروحون تدوروها بالكتاب مالت ستوكلي وين تدورون الدراج انتراكشن بيها كتاب ستوكلي البوكيت زين احنا هنا بدنا نسالكم مثلا ايس انهبيتر ويا ديجوكسين بتروح تدور الكذا لكن لنفترض جتكم هذه الوصفه كابوتين ديجوكسين تينورمين سومباستاتين وخلي وياه مثلا اسبرين انت هنا ايش راح تسوي هم تروح تدور الكابوتين ويا الديجوكسين الكابوتين ويا البيتا بلوكر الكابوتين ويا الاستاتين الكابوتين ويا الاسبرين تيجي الديجوكسين ويا التينورمين ديجوكسين ويا السومباستاتين ديجوكسين ويا هذا تيجي بعدين تينورمين ويا السومباستاتين معقوله هذه هيك شيء معقوله زين فاحنا ايش عندنا اكو عندنا يسمونه دراج انتراكشن تشيكر فافتحوا لنا هذا الدراج انتراكشن تشيكر بالميدسكيب دراج انتراكشن تشيكر افتحوه وشوفوا هو بايش يبدي يقول لك هنا شنو اد شنو دراج فهسه انتم ضيفوا لي مثلا اتورفاستاتين بس تكتب ات هو راح يكملها اوكي يعني اتورفاستاتين انضاف ها يعني ضيفوا لي فوقها كلاريثرومايسين بس اكتب سي ال اي هو يكملها C L A كلاريثرو هو يكمل
ضيفوه اوكي يعني كلاريثرامايسين شو تريدون ايش عجبكم بعد اسيت امينوفين باراسيتامول هو نبات يسموه اسيت امينوفين لان هذا امريكا اسيت امينوفين ها يعني صارن ثلاثه يلا هسه ايش تكتب له فيو شنو اوكي ثلاثه الثاني ثالث اسيت امينوفين شي يقول لكم هسه فيو شنو انتراكشن يلا فيو انتراكشن ايش كتب لكم ها كلاريثرامايسين ما انكريز ذا ليفل اوف انا كاتب سيمفاستاتين كنت انتم جوز اتورفاستاتين وكذا وكذا واضح يعني فماكو داعي بعد انه هذا روحاني فهسه يا كتاب بعد ما نستخدمه ومو كلش نحتاجه ستوكلي ما هم طلعناه من الخدمه اوكي يعني فبعد هذا اسرع واسهل وادويه وصفه كلها لهذه الكلمات زين هسه شوفوا لي هاي وصفه حقيقيه انتبه هنا انا باوع انتبه شوف زملائكم بالصيدله السريريه دول طلاب البورد شلون مستخدميها وهذا ريال كيس ريال كيس زين شوفوا هنا ايش كاتب انا اخذوا لي هسه يلا تشيك ولا ما حتى على الوقت لا تكتبوها كلها كتبوا لي اوميبرازول كتبوا اوميبرازول بالدراج انتراكشن تشيكر زين اوكي كتبتوا اوميبرازول والثاني اتراكونازول هذا الانتي فانجل اي تي اتراكونازول اي تي ار اتراكونازول اوكي يعني وكتبوا له فيو انتراكشن يلا اتراكونازول واوميبرازول احكينا اي اتراكونازول احكينا يا عمر ايش قايل اوميبرازول ديكريز ذا ليفل اور افكت اوف اتراكونازول زين انكريزينج جاستريك بي اتش زين ابلاي اونلي تو اورال فورم هو هذا اورال زين avoid or use alternative drug طبعا هذا الاتراكنازول الاورالي يراد له اسيديك ميديا فور ابزوربشن يراد له اسيديك ميديا فور ابزوربشن لذلك انت تعطيه امبرازول وما امبرازول راح يقلل لنا شوفوا زميلكم هنا الصيدلان ايش كتب للنوت للدكتور اللي كان كاتب اتبعوا امبرازول واتراكنازول ايش كاتب له هنا امبرازول ديكريز ذا ايش كاتب اقرا يا علي ايش كاتب gastric pH وبالتالي كذا الكذا يا جماعه واضح يعني شوف هذا شلون احنا هنا نستخدمها اوكي يعني زين هسه ارجعوا لنا اكو فد شيء اسمه الكالكوليترز شفتوها يعني شفتوها الكالكوليترز افتحوها دوسوا عليها اكو بيهم تطلع لهم بيش طبعا تختلف يعني وبادي سيرفيس اريا اكو لا اكو يلا اكو ميديكيشن بروتوكول شوفوا اكو بيهم يعني تختلف اللي عندهم ميديكيشن بروتوكول خلي يفتحوها اوكي عندكم ميديكيشن بروتوكول عندكم ميديكيشن بروتوكول ايش عندك اوكي انت اذا هيك دور بادي سيرفيس اريا روح على البحر في البي بادي سيرفيس اريا اول بادي سيرفيس اريا قدام اوكي يعني ها يعني شفتوها بادي سيرفيس اريا باي اوكي يعني شفتيها بادي سيرفيس اريا طلعت عندكم اوكي يعني يا محمد ها يعني افتحوا لنا البادي سيرفيس اريا يلا وكل واحد يحسب لي البادي سيرفيس اريا مالته الاولى البادي سيرفيس اريا الاولى كل واحد ايه وكل واحد يحسب لي يلا اعلى واحد منه انا اعتقد عبد العباس عنده اعلى بادي سيرفيس اريا بالشغل يكتب وزنك وطولك بالسنتيمتر اعتقد فوق الاثنين متر مربع صوريهم لك ها يعني واحد ايش قلت؟ 9.7 انت عبد العباس قد طلعت المالتي بعد دكتور هسه طلعت زين 1.3 ها اوكي يلا عبد العباس قد مالتك؟ بد 3 4 يطلع هنا انا حطم الرقم القياسي عبر الاثنين 2.3 اوكي يعني زين احنا هاي سؤال البادي سيرفيس اريا انتبه هنا انتبه هنا رجاء البادي سيرفيس اريا انت بيش تحتاجها كصيدلاني بالبراكتس بيش منو قال بالدوز عاشت ايدك بالدوز زين
تذكرون بالكورس الأول قلنا حساب الدوز نحسبها قد على العمر، وقلنا أكو شيء أضبط من العمر هو شنو؟ البودي ويت. وأكو شيء أضبط من البودي ويت هو من وين؟ البودي سيرفيس إيريا. أكو أدوية شابتر بالبي أنا شوفوا شابتر الثامن، أكثر أدوية الشابتر الثامن يستخدم البودي سيرفيس إيريا. شابتر الثامن بالبي ان اف عن شنو يحكي؟ شنو الشابتر الثامن بالبي ان اف؟ اي واحد يعني بالموب ها اي واحد يقول لي شنو عنوانه؟ شنو عنوانه؟ مالجنسي. يعني يا ادويه اكثر شيء يحسبونها على البودي سيرفيس اريا انتي كانسر كيموثيرابي وكذا، هذه اللي مالته. اوكي يعني انا هذا الحساب البودي سيرفيس اريا ما راح احتاج، راح احتاج وراها البودي سيرفيس اريا بيس دوز. شوفوها مو اكو هيجي؟ شفتوها البودي سيرفيس اريا بيس دوز؟ ها؟ زين باوع. انا هنا أنا راح اخذ دواء فلود ارابين، لا سامح الله اذا واحد من عندكم لا سامح الله صار بيه سرطان او كذا، ايش قد خلي يحسب لي ايش قد الدوز مال فلود ارابين يستخدمه. زين؟ هسه راح شنو شي يحتاج؟ بيست ايش قد؟ شوف البي ان اف ايش قد كاتبها، اقراها ايش قد كاتب البي ان اف؟ 40 شنو من الجرام شنو؟ بير شنو؟ بير سكوير متر، بير سكوير متر. شوف الدوز مالتها، فخليها يلا خليها انت هنا 40 وحط وزنك طولك ووزنك. اثنين وستين عبد العباس راح تطلع عنده اعلى دوز من شعب ايش قد؟ 92 كذا كذا. اوكي يعني فالدوز هنا شود بي كالكوليتد، هذا هنا يحفظ واضح. هاي احنا اللي نحتاجها، هذا ردهة الاورام والكذا كله بيست اون بودي سيرفيس اريا، وهذا يترجى بس مجرد انه تعرف الدوز تحسب. واضح يعني؟ زين اكو 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 كورتيكوستيرويد ميديكيشن دوزينج كونفرجن. كورتيكوستيرويد ها يعني؟ لا لا هاي يعني من عندي انا، تاخذ الصوره هاي من هاي الصوره الثانيه انا يعني من عندي بس لك. هاي من يعني انا جبتها من البي ان اف انا بس حتى على مطلعه الرقم ال 40 هاي من البي ان اف يا شبابنا، ترى هاي من البي ان اف انا جبتها وحاطها هنا بصفها. اوكي يعني ولا هو يطلع بس هذا؟ اوكي يعني بس لكم يلا. يعني هذا شنو ديكسام كورتيكوستيرويد ميديكيشن كونفرجن؟ ام الجلوكوكورتيكويد وخذ اكثر ابلكيشن عندكم اثنين صحيح اكو المينرال شفتوها يعني بالموبايل كورتيكوست. يعني شنو ميديكيشن كونفرجن؟ تحويل من شنو لشنو؟ لا اي من دواء هو كله كورتيكوستيرويد. يعني لنفترض انت هسه بالمستشفى مريض كاتبين له 60 ملغ بريدنيزولون وانت ما عندك بريدنيزولون، عندك بس دكساميتازون، عندك بس بيتاميتازون، ايش قد الاكويفالنت دوزز مالته؟ اوكي يعني فسفت يلا هسه تحسبوا لي الاكويفالنت دوز. باوع باوع اقروا هنا، اقروا هنا كالكوليت دكساميتازون دوز اكويفالنت تو 60 ملغ بريدنيزولون. يعني انا بدي احول من البريدنيزولون الى شنو؟ دكساميتازون. يلا فروم 60 ملغ، فروم 60 ملغ اختاروا منك منو بريدنيزولون؟ بريدنيزولون بريدنيزولون تو دكساميتازون هنا جوا تو 9 هنا انا سلكت دراك عيدي احسبها من جديد. اوكي يعني نشوف ايش قد طلعت هسه. ها يعني ايش قد طلعت عندكم؟ ها 9. زين اذا ماكو ماكو دكساميتازون مو كان دكساميتازون اكتبوا لي بيتاميتازون. بيتاميتازون ايش قد؟ عاشت ايدك 7 وكسور كذا. هذه واضح يعني هاي شلون نستخدمها؟ كونفرجن دوزز كذا. واضحه يعني هسه هنا؟ ها؟ اها احنا انتبهنا انا تقول يا بعيد انتبهنا وياي. انت نوبات عندك مريض كاتب له بريدنيزولون وما عندكم بالمستشفى بريدنيزول، عندكم بس دكساميتازون. هو كاتب له 60 ملغ. زين انا ايش قد اعطي دكساميتازون؟ اكوفالنت دوزز قد؟ ما عندي بريدنيزول، عندي بس دكساميتازون، عندي بس بيتاميتازون. فانا اريد اعرف ال 60 ملغ هاي ايش قد تعادل دكساميتازون؟ ايش قد تعادل؟ فانت كتبي فروم 60 ملغ
سلكت دراج اللي هو بريدنيزولون تو ما نعرف ايش قد راح يصير بريد دكساميثازون. اوكي يعني فحولي الى دكساميثازون. اوكي يعني شفتيها؟ لا موجود بس بالاختيارات هيك نزلي لي جوا. ها يعني ها 9 يعني اي هاي منها سلكت دراج هذا ها وانت رايحه على المينيرال كورتيكويد اقول جلوكوكورتيكويد فوقها اوكي يعني 9 انت رايحه على المينيرال اقول جلوكوكورتيكويد 9 ملغ اوكي 9 ملغرام واضح يعني هسه اوكي هسه بس اكو هذه اخير وحده راح نستخدمها اوكي يعني ويت بيس دوز ديفايدد دوز كالكوليتر ويت بيس شوفوها يعني شفتيها ويت بيس اخير وحده هذه مو هيك معطوطه ويت بيس ديفايدد دوز كالكوليتر شوف هذا السؤال انا هسه واحد مثلا طفل وزن 10 كيلو كاتبين له شراب خافض حراره مو هيك انتي بايرول مثلا انتي بايرول ايش قد انطي من انت كم سي سي كم سي سي انطيه من عند اوكي يعني هاي راح نستخدمها بالاخير انا اخير شيء راح اقول لهم يا بطو 5 سي سي 4 سي سي 3 سي سي صح لو مو صح انا هاي كل الحسابات ما اريد اريد بالاخير كم سي سي انطي مو هيك زين شنو اللي نحتاجه هو باراسيتامول اول شيء بيش بادي الدوزج ايش قد مالت الاسيت امينوفين او الباراسيتامول بير كي جي الدوز مالته ها خدناها بالكورس الاول 10 الى 15 خلينا نقول 10 10 ملي جرام بير كي جي بير شنو بير دوز لو بير داي بير دوز بير دوز يعني شنو الفرق هسه بير دوز لو بير داي اذا بير دوز يعني الدوز الوحده اما اذا بير داي لازم اللي يطلع لي الرقم شو اسوي له اقسم على 3 على 4 على الكذا هذا جمالته واضح فهنا بير دوز 10 ملي جرام ايش قد وزن الطفل يعني 10 قلنا 10 زين ايش كاتب هنا انا ميديكيشن اماونت طبعا هي حسابات مال اول نسبه وتناسب وكذا بس يطلع لك اياها على السريع هنا يريد الشراب هذا ايش قد بي الكونسنتريشن مال الانتي بايرول الانتي بايرول ايش قد بي 120 ملي جرام بير ايش قد 5 ما بشوف اذا راح يطلع ايش قد ايش جوا كمل زقيت 4 وكسور 4 تقريبا 0.2 واضح يعني اوكي يعني هسه لنفترض وزنه 20 يلا بس غيروا لي وزنه 20 قد يصير وزنه 15 وزنه كذا راسا تطلع هذه مالتها اوكي يعني هاي الدوز الوحده يا بطو 4 سي سي طو 5 سي سي طو كذا يعني 5 مول هو 120 ملي جرام بير 5 مول وهكذا تطلع لها اوكي يعني واضح يعني هاي نسبة وتناسب انتبه هنا أنا بس انتبه هنا أنا رجان هاي بالأخير انتبه هنا شوف باوع شوف شلون راح أشيك دوز لأن هذا بعد إن شاء الله في الأسبوع أسبوعين راح أنتوا هاي كلها تسووها شلون راح أشيك دوز بالرينال فيلر أوكي يعني هاي كيس حقيقية من زملائنا أشكرهم على ذولا جماعة طلاب البورد السريرية دزلناها باوع هذا إيش قد عمره 21 انان كيس اوف سي كي دي سي كي دي يعني كرونيك كيدني ديزيز اون شنو هيموداياليسيس 3 سيشن بير ويك اوكي يعني انا راح اختار دول من اللي كاتب هي شنو هذا كاتبي له سبرو دار يعني سايبروفلوكساسين فيال 200 ملي جرام باي 2 انا اريد اشوف هذا صحيحه مو صحيحه كذا اوكي يعني ايش راح اسوي انا راح اروح عليه من عليه اكتب مالتنا مالت الرينا مو هذا اللي ساعه اشتغل عليه زين ايش يحتاج هذا الكتاب على مود اعرفه ايش يحتاج على مود اعرف الجي اف على مود ايش اعرف لازم شنو الجي اف ار قلنا الجي اف ار منين ينحسب من سيرام كرياتينين عافيه اوكي يعني قلنا هاي الكالكوليتر الكذا سيرام كرياتينين يحتاج هنا هذا هو نفس المريض ايش قد كاتب له سيرام كرياتينين ايش قد 7.8 هسه راح احسب له شنو الجي اف ار حسبنا له الجي اف ار ديك الساعه هو نفس هذا اللي حسبناه طلع ايش قد ديك الساعه قلنا 9 تقريبا 9 اوكي يعني راح اروح وين اباوع عفوا كل
12 ساعة 400 ملي جرام كل 12 ساعة هنا ايش قد كاتب هو الدوز وهو ايش قد منطي ايش ساعة ايش قد منطي 200 الدوز ايش قد كاتب له هم 200 ملي جرام توايز ديلي فالدوز هنا انا منطيها اكوردنج لها صحيح واضح يعني اوكي شوف شلون حسبناه شلون هذا بس احتاجينا السيرم كرياتينين طلعنا جي اف ار رحنا على الكتاب مالتنا يشوف ايش قد يقول الدوز مالته واضح يعني هسه اوكي يعني زين هسه ما عندنا هسه بس عندكم هذه الوصفات يمكم عيني اوكي يعني سووا لنا بس الاكتيفيشن اكتيفيتي مالت البيشنت